النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. LG المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية وأيضا التوقعات الجوية خلال الساعات القادمة وخلال الأيام القليلة القادمة. نبدأ نشرتنا بالمحاور الرئيسية التي سنستعرضها خلال هذه النشرة، وهي الطقس الصيفي الاعتيادي المتوقع خلال عطلة نهاية الأسبوع، أيضا استمرار هبوب الرياح الغربية وأمطار خفيفة ومحلية مع فرصة ضعيفة أيضا لحالة ضعيفة من عدم استقرار في شرق المملكة. نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الاصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم لتوضح خلو عموم منطقة شرق البحر المتوسط ومنطقة بلاد الشام من الغيوم، باستثناء بعض الغيوم المتوسطة والعالية في البادية السورية. هي عبارة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي ضعيفة الشدة، يتوقع أن تمتد خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الأيام القادمة نحو المنطقة الشرقية، تحديدا منطقة أرويشد، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات خفيفة جدا ومحلية الطابع من الأمطار. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع درجات الحرارة وخرائط توزيع الكتل الهوائية من الخميس وحتى السبت، أي خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يستمر تأثر المملكة بكتلة هوائية ذات درجات حرارة اعتيادية في مثل هذا الوقت من العام. درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، حيث يسود طقس حار نسبيا في الجبال، حار في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة وأيضا السهول الشرقية خلال ساعات النهار، بينما يميل الجو للاعتدال خلال ساعات الليل في منطقة السهول وأيضا المناطق الجبلية، لكن يبقى دافئ في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة. أما بالنسبة لخرائط هبات الرياح المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، يلاحظ استمرار لهبوب الرياح الغربية بشكل يومي، تكون معتدلة الشدة بشكل عام في عموم المناطق، تنشط قليلا في المنطقة الشرقية حيث تعمل على إثارة الأتربة والغبار خاصة في منطقة الصفاوي ومنطقة الأزرق. ننتقل الآن إلى التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود طقس صافي مع 20 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، تستقر درجات الحرارة عند 29 درجة مئوية في العاصمة عمان، أي خلال ساعات النهار درجة الحرارة العظمى 29، وبالتالي درجات الحرارة تبقى حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، طقس صيفي اعتيادي خلال عطلة نهاية الأسبوع. خلال ساعات الليل تنخفض لتلامس 20 درجة مئوية، خاصة خلال ساعات الليل المتأخر وخلال ساعات الصباح الباكر، وبالتالي طقس معتدل في العاصمة عمان خلال ساعات الليل. نختم نشرتنا بهذا الفيديو، حيث تسبب إعصار ضرب جنوب البرازيل بداية الأسبوع بوفاة 12 شخص، والذي ترافق الإعصار برياح قوية وعواصف ألحقت دمارا في العديد من المدن. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.